اي ضرر. فانا ادخل على الحاجات اللي هي الميجر الاول اللي انا اوصلها ويعني هو فن. الفن ده بس ما يجي مع 15 نفر فن. لا 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 ثلاث دقائق الفريق ناقص، ثلاث دقائق دول يعملوا سيمينار لوحده فمش لا الوقت مش لاقي. وبعدين مش مطالب مني التفصيل الزائد الغير لازم. لا اشرب وفي جمل كتيره جدا ملهاش لازمه عندكم. يعني مثلا ايه تبص تلاقيها مثلا كان بقى الديزيز ده مثلا باي لاترال، تيجي تشرحها باي لاترال ما لاترال مينز اون بوث سايد اون ذا رايت سايد اند ليفت سايد. انا هكتب باي لاترال وخلاص. لو هما مش فاهمين باي لاترال هما حرين، هما حرين. لكن انا ما اقعدش اشرح بقى ايه الالفاظ الابتدائيه. لا باي لاترال يعني باي لاترال خلاص، مش فاهمها هو حر. فبص لي كذا حاجة منهم المرة اللي فاتت برضو شارحين الحاجة. لا شو خليه هي ده لفظ علم خلاص كلهم يفهموه. أنا بشرحها للطالب لسه داخل سنة أولى عشان يعرف كل ما يجيبها. لكن لو دكتور يعني ما يعرفهاش يروح هناك طماطم كويسين والله ممتازين ممتازين جدا. وفيكم ناس بيطاف طول لو يستغلوا المخ بتاعهم ده هو وشغلهم هيعملوا انتاج رائع جدا. هاي بس اسف الشديد انتم ما استغلوش. انما لو استغلوه كده بحكمه وبقوه هتبقوا حاجه خطيره جدا والله جدا. يعني فيكم ناس فعلا مفهومكم رائع. نرجع تاني للسكيما. يعني شوف انا بشرح ازاي حتى يعني بص على بص بس سكيما. بص للسكيما. انا بص الاقيها ريت بيجمنتد. لفظ واحد بس. بيجمنتد. مش هقول بيجمنتد يعني لونها اسود. اه يعني لونها بني نتيجة وجود البيجمنت في السكيما. والميلانين ده هو اللي هو اصلا موجود من عامل ان انا ماليش دعوة. انا مالي. بيجمنتد خلاص هو مش فاهم الشغل عنه فاهم. اول اثنين رينكل. رينكل يعني كرمشه. سبب الكرمشه ما لازم يعرف بقى ليه كرمشه ليه. مش معنى سكين دي بالذات هي الكرمشه عشان تحتها مصر. هذه المصر اسمها كارتوس مصر. هذه المصر انفلامبري يعني عارف انها ريفليكس ما بتتحكمش فيه. الستيمولس بتاعتها التمبريشر بتاعت الويذر. ودي عشان يا اما تعمل رينكلينج في الكور عشان ترفع تيست سبيفوتا رقم التمبريتشر بتاع الكور يا اما في وهكذا. يبقى دي الفايده بتاعتنا. انتهينا الموضوع خلاص. وعشان اوريك ان اللير ده هي اللير نفسها بتاعت الانتور ابدومينال وول. لان ده عباره عن بقى وشكل من الانتور ابدومينال وول. فاللير بتاعتك بتكون هي سكين السوبرفيشال الفاتي لير تحولت لدارتس مصر. الممبرينس لير ده هي بتحول كل السبروتاينس بروتون وبتعمل لي لير اوف فاشيا. هذه اللير اوف فاشيا لها اسم كولز فاشيا. كولي كولي بني جدع. تعرف انا قلت كمان واحده زيها في المره الثانيه لازم اديك ضربه. كولي بامي صح؟ تعرف كولي بامي؟ مش عارفاه؟ يا حط الدم على بعضه مش عارفه ما يعني كده اهو اللي يطلع كده اهوت هو اللي يعني انا مش هقعد اشرحها. هم بيقعدوا مثلا خمس بنات ست بنات.
وبعدين ايه عايزين يعملوا لعبه بحيث ان واحده تطلع يطلعوا غير من زايد الشيطان الاخرانيين. فيعملوا ايه؟ يقول لك مثلا لو لقينا كلهم عاملين ايديهم كده اهوت وواحده عامله ايديها كده تطلع بره. فيعملوا ايه؟ يحطوا ايديهم على بعض. وبعدين ايه؟ كل واحده تيجي ساحبه ايديها وحطها على صدرها كده. اللي عامله كده وتلاقي الثانيه عامله كده وتلاقي عامله كده عامله كده وفيهم واحده عامله كده تطلع بره. وهكذا لغايه ما صف على الواحده اللي هي تكسب. مش هي دي صح؟ ولا دي ملوخيه؟ هي دي كل ده. طيب فالكونس فاشل هي مهمه قوي. انا كنت بعد كده لما ناخد الجينت والينا سيستم فاشل ده كان من حركه غير طبيعيه. طيب بعد كده هبص الاقي السبرماتيك كورد. السبرماتيك كورد اللي كان نازل الليرز بتاعته الاكسترنال سبرماتيك فاشل الكريماتيك ماسل اند فاشل الانترنال سبرماتيك فاشيا. وبعدين هلاقي تيونيكا فاجينالس اللي على التستس والتستس. هبص الاقي اللايرز بتاعه السكروتم سكين وبعدين دارتوس ماسل كولس فاشيا اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستيك ماسل اند فاشيا انترنال سبرماتيك فاشيا وبعدين البراتا اللير بتاعت التيونيكا وشين. هو ده الهول بتاع السكوت. وذلك لما يبقى فيه مية في التيونيكا فيشالانس اللي بيسميها ايه؟ بيسميها المية. هيدروسين. بدخل الابرة كده اهو تختلف السكين. تختلف مين كمان؟ مصر. الدارتوس مصر. الكولي فاشيا. الاكسينيا سبرماتيك فاشيا. كريماستيك مصر اند فاشيا. انتين سبرماتيك فاشيا البرايتال لير البرايتال باس اجي داخل في الفلود وساحب مش هدخل لجوه بقى لغايه الفيسرال واجي داخل في التستس لا لغايه ان هو بس وابقى اسحب الفلود ده بيسموه تادي اوف هايدروسي تادي اوف هايدروسي ده اللير بتاعت ايه؟ أخذت منظر جميل من السكروتم في الهواء. هبص الى الانتيريور بارت بتاع السكروتم سبلايد بالاليو انفاجينال. يدي سنسيشن بالانتيريور تو سيلز اوف السكروتم بالاليو انفاجينال. البوستيريور سيل تهوت بياخدوا من posterior cutaneous nerve of the thigh and above the lower limb with the perineal branches بتروح تغذيه وايضا perineal branches بتاعت البودندال نيرف هناخده مع البلدر لكن الاليوم ولا النيرف سبلاي anterior to serve of the scrotum اللي فات الدرينج الليمفاتيك سكروتم انتوا عارفين ده اللور ليمب اهو وده الانجوانا ليجمنت تحتيه اهوت الايه؟ الانجوانا ليمف نود فالسكروتم ده اهوت السكين بتاع السكروتم والسكروتم نفسه بيروح للانجوانا ليمف نود لكن التستس كانت بتروح فين؟ بارا اورتيك ليمف نود لكن السكروتم لأن جزء من السكين فبروح للسوبرفيشال انجوينال ليمف نود. طب لو انا عندي واحد عنده كانسر تستس وانا بفحص لقيت السوبرفيشال انجوينال ليمف نود كبار. يعني نفس هو ايه؟ هو يعني ايه؟ يعني قوليها بقى بفرع ايه؟ لا لا الرفض ده مش ايه؟ ده اكيد
الكارسنوما اوف ذا تيستس المفروض كانسر تيستس يدي مره اوت فلوس كبير، لكن مجرد الكارسنوما تعمل انفيجن للسترونج هتروح للليمف نود بتاعها. وده يكون تلاقي كارسنوما اوف ذا تيستس عملت انفيجن للمور بتاع السترونج، لازم هتبعت لينفاتيك ايه السوبرفيشال للليمف نود ولاقيها كبيره. ¿Cuál es tu nombre?